تفضلي بس لخبركم انه شو بعثت لي كمان كانت مريم نور. بعثت لي سله فيها كتب كثير حلوه. تفضلي مريم نور، انت قد ايه بتتقاضي راتب بالشهر او اجر بالشهر؟ دخيلك هالسؤالات شنو؟ مريم نور شو جايبت لي، شو جايبتي لنا معك؟ ماشي جايبه قلم وورقه. انا هيدا رسمالي شويه هونيك كتاب بس سكرنا التليفون بس تمي ما فيني سكره. بيعمل لك مشكله تمي؟ ما انا هي لا انا بتحكم فيه، بتحكي عن الاشياء اللي بتضر، ما لازم تستعمل سيلولر. بستعمله ساعه اللي انا بدي، ما هو بيستعملني. في فرق، بتعطي فتاوي؟ لا انا بستخدمه، ما هو بيستخدمني. ايه بس لانه بيضر السلور هيك قصدت. بعرف بس بعرف استعمله، ما بخليه يركبني انا بركبه. اسمك ماري غيايان من دوما، ولدتي بعائله مؤلفه من 7 اشخاص، انت البنت الوحيده بين 4 صبيان، والدتي كانت تضربك بصغرك لتمردك على الواقع، لو انك بعد عايش اليوم، اذا انت وصغيري كانت تضربك على تمردك على الواقع، اليوم شو كانت عملت؟ كانت خنقتك امك اليوم. ايه يمكن كده. شو كانت عملت؟ ايه طبعا كانوا يعني شافوني ماني من المجتمع. لازم تكوني من المجتمع، فات على حسابي يعني. بعدك طبعا اخوك بيملك 3 طائرات خاصة لا بامريكا. لا تقول هالشي ابدا، ما بحب انه تحكي عن العائلة. لا خليني احكي عن اخوك، عنده 3 طائرات خاصة بامريكا، كثير غني وبيساعد الفقراء، كثير بيساعد وبحب الارمن بنوع خاص. تزوجتي بعمر 17 سنة مريم نور بالاتفاق مع والدتك تتهرب من المدرسة. طلقتي وعدت تزوجتي من صديق اخوك وطلقته بعد 14 سنة زواج، كنت انجبتي فيهن بنتك روزي. بعمر 34 اصبتي بسرطان الثدي وتوقع لك كتار، والدك كمان كان طبيب والدك ايضا انه تموتي اذا ما خضعتي لعملية استئصال الورم من الثدي. تعرفتي على تعاليم الميكروبيوتيك وشفيتي من سرطان الثدي، ولليوم ما بتتناولي اي دواء. بيناتنا بتاخذي دواء؟ لا ولا شيء. بس اذا اضطريت بعد ما اضطريت لا ابدا. انا صارت طبيعتي هيك انه ما اخذ دواء، ما عندي ضروره، بس اذا اضطريت شي نهار بسال طبيب طبيعي. رايحه على الهند هلا اعمل دوره بكره عن الفيديك ميديسن، اذا الانسان اضطر شو لازم نعمل. عن الفيديك، فيديك ميديسن، هيدي أقدم طب في العالم. عرفوك الناس باسم بارينا أور، عائلة زوجك، عندما قدمتي برنامج محور والمطبخ الغذائي الصحي، تركتي الإذاعة وسافرتي لندن، إلى لندن. درستي الطب الطبيعي بأمريكا وعلم التأمل على إيدين أوشو، أوشو يلي كتبوا هلا رح نفرجيهم على الهواء، الرجل الوحيد يلي حبيتيه بحياتك، سممه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان. متأكدة المعلومات مريم إنه أوشو سممه رونالد ريغان؟ ليه سمموه لأفكاره دائما الشجرة المليانة تمر منرجمها، وهيك عملنا بالأولياء والخلفاء، وشوف شو عملنا بتاريخنا، دائما شو عملنا بالمعلم كمال جنبلاط لو جبران كان هون، نفس الفكرة. شو عملنا بالسيد موسى صدر، كل شمس بتشرق الشمعة بدها. الإمام موسى صدر هو اللي أطلق عليك اسم مريم نور. بس شافني ناداني مريم وسكن قلبي الاسم. أنا ما كنت حب اسمي إنه مسيحي، ما بدي اسمي يدل على طائفة أو دين أو أرض أو شيء، وقال لي مريم. وأنت مسلمة اليوم؟ ماني مسلمة بنظر المسلمين، مسلمة بنظر نفسي والأكوان وهيك، الإسلام الفطرة. موحدة. فتوحيد اليوم؟ توحيد. وهيدا فطرة الإنسان. بس وقت الواحد يعني إذا بتصلي بتروح على الكنيسة، بتروح على الجامع، بتروح على المتحف. مطرح حو الجامع والكنيسة وفينا انطوى العالم الأكبر. هيدا الموضوع نحكي، يعني بيحتاروا الناس بيقولوا لي حيرتينا مسلمة أو مسيحية، ما بدي أقعد ولا بعلبة، أنا كونية. ما بدي أقعد بعلبة ولا شيخ ولا خوري أو أصدقاء. هيدا اللي تعلمته بالغرب وبالشرق وبأمريكا وبالهند. بكره في مؤتمر كتير كبير بالهند ممنوع دخول العرب والمسلمين. وانا فايتي لانه موحدين صوفيين، لانه بلشوا يقلقلوا ويعنعنوا، وانت مسلمه واي شيء سني ولا شيعي. مريم حاليا عندك برنامج يومي على قناه اليو تي في، وعندك برنامج كل نهار جمعه صحتك بالصحن. السبت. ما بتتقاضي اجر مع انك وقعتي عائد بتقريبا 10,000 دولار شهريا مع اليو تي في؟ ب 20 وقعتي مش 10؟ سالتك قبل قلتي لي 10. بعدين قالوا 10، قلت له خلي لك اياه. بالنيو تي في ورفضت عقد ب 100,000 دولار بدبي. ما ضروري تذكر وين ذكرت. اكثر من دبي كمان في عقد اكبر ورفضت. وهلا في عقد كثير اكبر ورفضت. ليه؟ لانه بالنيو تي في حريه اكثر، وانا بحب خلي.
هلا بالشاويري. الرئيس الدكتور بشار الاسد اصحاب انت وياه؟ عنده معزه خاصه. عنده معزه خاصه شيء واصدقاء صداقه بتجمع. اصدقاء بتروحي لعنده؟ ما ضروري يعني هالاشياء نحكيها. ليه لا؟ بس انا بحبه. رحتي لعنده؟ بحبه كثير لانه بكرم كل الطوائف والديانات وبنعخاص الصوفيه، وشخصيا هو زار المقامات وشجع كل الاجانب بنعخاص الامريكان انه يقدروا يجوا يسكنوا بسوريا. امل عندك علاقات مع اهل السياسه وال والنفوذ بلبنان وخارج لبنان؟ في عندي كثير اصحاب، انا اصحاب مثلا مع الشيخ سعد الحريري. في كثير يعني سياسيين، بس مع انه انا كثير بكره السياسه. النضال الصحافي بحاجه انه يكون عنده حصانه سياسيه؟ اذا كان ضعيف وما عنده شخصيه طبعا، اذا كان مثلي لا. انت ابدا ما عندك، ما بتروحي، ما بتزوري، ما بت اعوذ بالله. بسأل أنا... سؤال؟ لا اعوذ بالله، انا الست ما بزور حدا، ما ببوسيت حدا. بتزوريهم انت ولا هن بيدعوكي وبتروحي؟ اول شيء انا ما بعترف انه في سياسي. سياسي هذه كذبه. Priests and politicians are the mafia of the soul. كتاب بني ديك. سياسي يعني كذب. يعني الكهنة والسياسيين هن مافيا. كل المؤسسات مافيا الروح. المسيح غير المسيحية والمسيحية غير المسيحيين. والسياسيين غير الخلفاء. الخلفاء ما كانوا سياسيين. في كثير تناقض بأقوالك، بين أقوالك وأفعالك مريم. عطول بتنعتي لبنان والدول العربية، بتقولي انه في جهل كثير وغباء وكذب، وبتتمني انه تموتي بلبنان، بالمقابل بترفضي كل المغريات وبتفضلي تبقي هون. يعني لا مبسوطة باللي عم بيصير هون وبالوضع، بنفس الوقت ما بدك تتركي. انا مش عايشة بلبنان ولا عايشة بالعالم، انا عايشة بنفسي، عايشة بخلوة مع قليل من الاصحاب. سو ما عندي وطن، وطني بقلبي وين ما رحت. وبنعت العرب 99.99% في جهل وغباء، ولكن عندهم الكرم وعندهم العلم، لان امه الوسط. ملهيين حفاة عراة يتطاولون في البنيان، ليك نحن وين؟ شو اكلت وشو شربت ومين امك وبيك وشو معي؟ ليك العالم بكره بالمؤتمر اذا اجت رح تحضر، ونحن بعدنا شو اكلت وشو شربت وكيف نكتب اجرنا شو طيبين؟ يعني بالنا وين السترينج تنرشه يعني. فاذا اكيد العالم بس بدي يشوف هيك ناس هودي بالهم بالسترينج. هلا انت بعمر 72 سنه ما بيهمك سترينج، بس الصبايا بيهمهم كثير. المشكله انه كلنا عم نهتم بجمالنا الخارجي. قد ايه في جمال بالعالم العربي؟ كل انسان جميل كثار، ما فيني الا تطلع بعيون العرب وباشكالهم، بس عم بيصيروا كلهم شقر. قال بوش وهيدا سكرتيره شو اسمه؟ تشيسني بالضبط. قاعدين اثنينهم عم بيفكروا بدهم يقتلوا 140 ألف عربي. قالوا عظيم، بس قبل ما نقتلهم لإلهم بدنا نقتل وحده شقرة. قالوا كلهم ليش الشقرة بدكم تقتلوا؟ قالوا شفت العرب ما بالهم 140 مليون بدنا نقتلهم، اهتموا ليه بدي اقتل الشقرة. سو نحن اهتمامنا بالشقرة، كلنا صرنا شقر. الرجال الشاطر والذكي اليوم اللي بيعرف مرته بيطلع بهالنسوان بيقول لهم يلي مرتي تلحقني على البيت، لأنه مثل بعضهم. المختار ما بقى يطلب صورة. ما في يعني ما بقى بدك صورة عند المختار، صدقني نفس المنخار، العيني، الديني، الشفاف المنفشفي، يلي شفاف اهي كمان ش بالعرض وبالطول. شو معناتها هي؟ مين حط العلكة بلبنان؟ مين حط العلكة؟ اليهود. ليه؟ ليه؟ ليه حطوا علكة؟ ليصير في عندهم ارتخاء؟ مش ليصير عندهم، حطوا العلكة ونزلوا على السوق، وبعد شو عندكم؟ معناتها كم واجوا العرب وهجمت من 200 سنة حطوا المخطط ونزلوا، ري جولدا ماير ما بيقروا العرب، قالوا ما تخافوا ما رح يقروا. بس انا اوقات بعلق نيشان. بتعرفي اوقات منك عارفة حطوها قصد ونزلوها. إذا بتشوفي لما نفتح حتى العلكة أنا لو بتشوفي من شو معمولة، رح أقول علناً من شو معمولة، من الكوندوم المستعملة. حتى يعملوا تهييج. بس ما بيقروا العرب، بكره النضال رح تحطها على تلفزيونها وعلى جريدة الجرس، بدنا نعمل جرس جرصة.
لازم الناس تعرف كل هالمعامل يلي عم بتصدر. خليني احكي على النطاق اللبناني، بيجيبوا واقي ذكري مستخدم وبيرجعوا بيعملوا بيعملوا بروسيسنج، مش مظبوط؟ عم في رقابه على هيك اشياء بتكون. وين في رقابه؟ في قطع رقبه ايه، بس رقابه ما في. وين عم تحكي في رقابه بالام العربيه بلبنان؟ اصلا احلى شيء، احلى شيء بكبر عيب الرقابه، اللي بيراقب مرته عيب، لانه مفلته هو وبنته بكبر في زمان اجا. وين مفلته؟ بالعالم العربي؟ ولو سيأتي زمان ستكسب الأم ليه؟ من فرج ابنتها. بس ليه عم بتعممي هلا؟ 99.99 ما عم بعمم. ليه 99.99 يعني؟ هذا الحكي أنا ما بوافق عليه أبداً. إيه؟ معك حق ما بوافق. أكثر ناس محافظين هن الشرقيين يعني. طبعاً العرب. إذا أنت عم بتقولي بالعالم العربي ما في رقابة وفي فلتين وفي انزلاق أخلاقي، كل اللي عم بتقولي اليوم إذا دل على شيء بدل على امور بلا اخلاق قلتيها على الهواء. لا مش مزبوط. بلا اخلاق شو مش مزبوط؟ مش هيدي ما فيك تتوجهي للناس بشكل هالقد صدامي، بشكل هالقد عدائي. انا بتوجه ببرنامجي هيك ووقت اللي مش هالقد 99% واكثر بقول. مريم مشان هيك اليوم برنامجك منه لايف على الهواء. ايه بس ما بيشيلوا ولا كلمة. ليه منه لايف على الهواء؟ ما بيشيلوا ولا كلمة. ليه منه لايف على الهواء؟ انا طالعة لايف على الهواء معك. ليه منه لايف على الهواء برنامجك؟ بتطلع معي جرس تي في لايف. ليش؟ لانه خلينا نقول هالكلمات بس ما بيشيلوا ولا كيف الزلمه تحسين خياط صاحب المحطه هو قال انه ما بتحطوها على الهواء رح تعمل له مشكله مع الـ 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 الرقابه طبعا لانه الرقابه بدها رقبتك او جيبتك او مرتك هلا هيدا حكي فيه وسجعوا فيه الرقابه شو خاصه بمرته وبنتي الرقابه بتبعت لحرمه خلاص الحرمه هي والصرميه حكمه صح ولا عم ندافع يعني صح. مش عم ندافع كل اللي عم بيجوا لهون شو بيجوا بيعملوا شو شيل السكر من هون والعربدي والنسوان وش مين بيجي؟ طب هيدا الحكي هيدا الاسلوب الحكي بيمرق ببرنامجك؟ لا ما بقول بقول الشر موضع تمرق اللي بيسمعك لأول مرة عم تحكي هيك بيقول أو مقموعة كيف مقموعة؟ مقموعة يعني شي از سبريست مش عم تقدر تحكي مع إنه أنت كل يوم فيكي تحكي على هوا أكثر من نطة أو إنه بكي شي يعني هل الاجريسيف هيدا اللي عم يحكمني هيك هو مقموع وقويشي وبهله، بعلى كلمه بهله فيه، مشان هيك انا صاحب الحمار بالبرنامج. لانه الحمار اصدق واحد، ما بينزل انتخابات وما بيعمل حوار حتى كلمه حمار بتستخدميها مرارا مع البشر كلمه بتعملي تناقض بين الحمار والانسان وتعملي شوك للناس. ايه احمد مطر قال شعر حلو كثير، قال قلت من قسوة حالي كعب نعلي فوق أصحاب المعالي قالوا لي عيب فكررت مقالي ثم قالوا لي عيب فكررت مقالي وخففت انفعالي وقدمت اعتذارا لنعالي